وزيرة الصحة اللي بقالها 8 شهور وصلت لحد النهاردة حسب البيانات الرسمية للوزارة عدد الملقحين في بلدنا بالمصل أو باللقاح المضاد لفيروس كورونا فقط 10 مليون مواطن، 10 مليون من 105 مليون، يعني أقل من 10% من الشعب المصري تلقحوا أو حصلوا على اللقاح خلال قد إيه؟ خلال 8 شهور، والسبب مشترك بطبيعة الحال ما بين الوزارة وما بين المواطن، الوزارة ما وفرتش اللقاحات الكاملة أو المناسبة العدد المناسب للمواطن، وما وفرتش كمان أماكن تلقي اللقاح اللي تخلي المواطن يوصل لها بسهولة، والمواطن كمان ما عندهوش ثقة لا في الدولة ولا في وزارة الصحة ولا في المنظومة ولا حتى في اللقاح اللي جايباه الوزارة، فعشان كده بيقول لا خليني أنا الآخر ومش هروح وأنا خايف ومش واثق. فكانت الحصيلة خلال 8 شهور عندنا فقط 10 مليون مواطن. النهاردة الوزيرة بتقولك إن إحنا هنصل نهاية هذا العام، يعني إحنا دلوقتي في شهر 9 نص 9 10 و11 و12، يعني بعد 3 شهور ونص هنصل إلى 40 مليون مواطن حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا. 40 مليون عندنا منهم 10 في 8 شهور، المفروض 30 مليون في الثلاث شهور اللي جايين، يعني بمعدل 10 مليون كل شهر. هل الدولة اللي عجزت خلال 8 شهور إنها تتجاوز العشرة مليون هتقدر خلال الثلاث شهور اللي جاية تعمل 30 مليون مواطن يتلقحوا ضد فيروس كورونا مع زيادة أعداد الإصابات ومع دخول المدارس ومع دخول فصل الشتاء اللي بينشط فيه هذا الفيروس؟ أنا أشك في هذا الكلام، وإن كنت أتمنى أن تستطيع الوزيرة أنها تنفذه. وإحنا بنتكلم عن وزيرة الصحة على مدار الثلاث سنين اللي فاتت عد كم مرة طالب المصريين والنشطاء بمعاقبة ومحاسبة وإقالة وزيرة الصحة ولم تستجيب الدولة في ولا مرة. امبارح في أحد الدول، طبعا مش دولة زي بتاعتنا، في الدولة الفرنسية في فرنسا، النائب العام الفرنسي بيفتح تحقيق مع وزيرة الصحة الفرنسية، وزيرة الصحة الفرنسية السابقة، والسبب كيف تعاملت مع إدارة الأزمة وإدارة فيروس كورونا. هيقعدوا هيجيبوا الست يقعدوها قدامهم ويجيبوا التاريخ الزمني أو التسلسل الزمني منذ بداية ظهور فيروس كورونا لحد النهاية، انت عملتي ايه، انت ايه الإجراءات اللي اتخذتيها، انت كذبتي على المواطن ولا لا، انت بياناتك كانت حقيقية ولا لا، كنت بتتحركي بالشكل الصحيح ولا لا. بتحاسب النهاردة وزيرة الصحة الفرنسية، رغم أن فرنسا واحدة من الدول العشرين اللي قالت عنهم، الأربعين اللي قالت عنهم منظمة الصحة العالمية أنها استطاعت التغلب على فيروس كورونا، لكن الوزيرة بتاعتنا اللي العالم كله شهد بفشلها وتخبطها ما زالت مستمرة، وما زالت مستمرة في الوعود الوهمية بتاعتها للمواطن.